زي كفن تبع الموجة. بالانترنت على السيت عملنا تسجيل وجينا هنا وقوموا بقيت الاجراءات ان شاء الله ربي معنا ومعاهم. استنى في دوره بلديه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ربي يسافر فيه. شوفوا ضروري التلقيح باش ترجع الحياه عاديه وتكون مطمئنه. برانسيب ضروري 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 ماذا بينا تونس كلها لقحت بصغارنا بكبارنا والله خلينا نعيش ونرجع حياتنا العاديه. واحد يخرج ويدخل ويتصرف عادي. الناس كلها ولات ستريسيه وحاله حليله حاله حليله. الناس كل مرضى على الاعصاب. تقوم مع أختك ولي تتخاف، تقوم مع أخوك ولي تتخاف، ما تتصور أنت الحالة هذه. ماذا بينا واحد يتقدم، يتقدم والعبيد توعيهم زادة خليه يخرجوا خليه يلقحوا خليه يفهموا وش معناه ترى ما تخوفش راي لحياتك ولصحتك وذيك مش تقدم وتخرج. هكا هو هذاك هو التوعية هي اللي ناقصة راه، كاش راه العبيد كلها خرجت وخرجت ولقحت، التوعية في التلفزيونات وفي كل شيء التوعية، في التربية، في الصحة، في كل المجالات. إن شاء الله ربي معنا وكا. مش قاعد عملت الورقة هذه وهني قاعد نستنى من هون. الورقة هذه يكون فيها في المكتب يعني مكتب التسجيل. يعني مكتب التسجيل قالوا لي برا مشي للإرشادات. مقتنع أنت بالتلقيح وتشجع يعني ضروري. أنا يعني بدي لقحت وهني نستنى في الجرعة الثانية باش نلقح. باش ترجع الحياة يعني وتكون مطمئن على ولدك. على ولدي وعلى أولادنا الكل أنا ماهوش ولدي بركة أولادنا الكل. شو رأيك في الإجراءات نتاع؟ توا ماشي نورمال عادي وباهي وتعجبني كل شيء. ثم يعني تنظيم محترم. هنا توا ثم تنظيم معناها توا قاعد معناها امور عاديه وامور طبيعيه. انت تستنى في دورك توا باش لا مش نستنى باش نزيد نسال كيفاش نمشي للارشادات. قالت فاهم من غادي. خاطر بعثوا لنا الميساج قال لك حتى الطريق الامور ونمشي من غادي للارشادات هاني باش نمشي للارشادات.